السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد من ايسكو. هذه المره الثانيه كنجي ليه، وفعلا البلاصه واعره واعره، عجبتني بزاف. كما شفتوا في الفيديوهات كاين بلاصه فيه يلعبوا الدراري، كاين بزاف ديال الحوايج. ودابا حنا في واحد البلاصه هنا في الفوق. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذه الفيديوهات الخوت. الى عجبكم الفيديوهات ديروا لايك، والتفاعل راه في القناه عندي مات بزاف بزاف، لان شحال هذه ما درتش الفيديوهات، التفاعل مات بزاف. هو هذا الخوت، نخليكم ان شاء الله مع اجواء شي حاجه واعره واعره بزاف. انا دابا طلعنا لهاد البلاصه هادي، وهاد البلاصه هادي كاينه واحد الجرده اللي دخل ليها كيتجلى، فيها لي باساج، فيها لي باساج صغار، يعني الا دخلتي الدراري الصغار الا دخلوا هنا كيبقاو يلعبوا كيتجلاو. المهم كيتجلاو غير لواحد، وكاين والديهم من هاد الفوق هذا كيردوا لهم البال. دابا بحال دابا والديهم كيردوا لهم البال هنا، وتيقول لهم دوز من هنا دوز من هنا. المهم داكشي واعر الخوت، واحد غادي نوريكم بزاف الخوت، بزاف ديال الحوايج في البلاصه هذه، هذه يعجبوكم. هو هذا الخوت، بقاو معنا ان شاء الله، احنا نوريكم ان شاء الله المسائل بشويه بشويه. والفيديو هذا يكون ثلاثه ديال الفيديوهات ان شاء الله. غادي نوريكم البلاصه هذه والجزر هذه، وغادي نوريكم واحد الا كما شفتوا واحد الطياره راه اللي بجهه، كاين واحد الموزيوم توا ديال المطر، كاين واحد الموزيوم ديال اصحاب البومبيه، يعني البومبيه القدام اللي كانوا هنا في الدنمارك. غادي نوري لكم داكشي بشويه بشويه. هذاك الكراج اللي كيبان لكم من ديك الجهه، المهم فيهم كاين بزاف ديال الحوايج الخوت. بقاو معنا، غادي نوريكم داكشي بشويه بشويه ان شاء الله. غادي يكونوا جوج ثلاثه ديال الفيديوهات ان شاء الله. نحاولوا ندير لكم شي سينيماتيك هنا زوين داكشي. المهم نحاولوا الكاميرا جديده مازال ما متعودش عليها. المهم ان شاء الله بشويه بشويه الخوت، بقاو معنا. والله العظيم الخوت، راه البلاصه هذه يعني يستاهل الانسان يجي ليها ويطلع ليها ويشوف هاد الدنيا هذه كيفاش دايره. شي حاجه مزيانه هاد الايس كوسك ايسكو سلوت، شي حاجه واعره واعره بزاف. السيمانه اللي فاتت كنت فيه هنايا، والبارح تكونتاكتيت مع واحد الدري، يعني الدري تعرف معاه يعني في اليوتيوب، حتى هو عنده قناه ديال اليوتيوب وكيدير. غنخلي لكم القناه ديالو، غتبان لكم دابا القناه ديالو، عند كيدير شي فيديوهات واعرين واعرين. كان حتى هو هنايا دار شي سينيماتيك واعرين في البلاصه هذه. السميه ديال القناه ديالو هي فيزيوال باي حميد، واحد الدري سميتو حميد ساكن هنايا في الدنمارك، حتى هو داير عنده فيديوهات ما تهضر فيهم ما والو، يعني داير داكشي ولكن فيديوهات عنده الطوب. يعني الناس اللي بتعرف بزاف بزاف على الدنمارك هنايا، انا كننصحكم باش تمشيو لهاد القناه ديال هاد السيد هذا وتطلعوا عليه، راه كيدير شي حاجه واعره. وكان هنا هو والوليدات ديالو، ودار شي سينيماتيك وشي حاجه واعره هنايا. يعني انا عجبني الفيديو ديالو بزاف، لان شي حاجه هاربه بزاف على داكشي اللي كنديرو هنايا، معقول يتقال شي حاجه زوينه عنده تبارك الله. شي حاجه يعني خدا فيها الخدمه، خدا فيها بزاف ديال الحوايج، يعني المونتاج وبزاف ديال الحوايج، شي حاجه واعره. كان المهم كنصحكم تدوزو عندو الخوت، طلعوا عليه وتشوفوا داكشي كيفاش داير، عنده شي حاجه واعره واعره بزاف. وكان هنايا شفت الباح اللي شفت الفيديوهات ديالو، ما كنتش كنظن، لان انا كنت هنايا وما كنتش كنظن يعني غادي
غادي يكون كان هنايا ولا شي حاجه. ولكن فاش شفت الفيديوهات بقيت نقلب على ديك الايسكو سلوت في اليوتيوب، تخرج لي البوفري هو خرج لي وبان لي شي فيديوهات دايرهم هنايا شي حاجه العفو. لا المهم الخوت بقاو معنا نوريكم هادشي شويه بشويه.